الله 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 الله، اسكندرية محلاها. اه والله الحلاوة دي حبيب قلبي. الله دي كانت في الفيلم. اه فاكر. اه طبعا وكنا بابو الحنطور وانت ماشي بابو الحنطور. الله. بقى تيجي نغنيها تاني. والله العظيم جميلة قوي. اه حسستنا كده بالبحر وبالدنيا وبتاع. اه في حاجة حصلت لك في الفيلم ده والنبي كلمنا عنها، لما البوكس اللي خدته من عمنا احمد زكي. لا لا والله البوكس كان تمام، كنا متفقين من الاول على موضوع البوكس. اه وقعد يرتب معايا، لان هو دايما احمد زكي بيتقمص، واحيانا لما كان بيضرب مع الممثلين كان ساعات يبقى يلطش حد بالقلم بجد، يديله بوكس بجد. هو كان مصر بصراحه، كان بيحبني جدا، كان مصر ان هو ما يضربنيش. الله. وانا خفت تكون كاموفلاج او حركه او حاجه هيضربني. الحمد لله ما حصلش يعني. بس كان رد طبيعي. ما انت قلت له سعد باشا بيتفسح في باريس في الفيلم، كان رد طبيعي. هقول له ايه؟ انا بترو بقى تمام. بترو يعني راجل مش وطني خالص يعني. تماما. كل بوكس وانت طيب يا راجل يا طيب. حبيبي يا هنيدي. يا بترو الاغنيه مش عاجباك ولا ايه؟ طبعا ما تعجبوش الا المزيكا الخواجات بتاعته. هو مال هو مال سعد باشا؟ ايه ده كابتن خواجات ايه؟ في يا جدعان فهموني. بقول لك ايه؟ خدت بوكس يا درسي وخدت 100 جنيه، دي حقيقه؟ اخدت 100 جنيه؟ اه عشان مثلت في الفيلم ده. الله. كنت متفق على اجر. اه اجر. كويس. فطبعا كان قال لي هعمل لك فيلم، كان لا. سامي الله يرحمه. انت طبعا اشتريت الفرصه مع استاذ احمد. طبعا طبعا. فلما جه قال لي مصطفى انت عايز فلوس كمان؟ قلت له ايه؟ قال لي انت عايز فلوس؟ طبعًا. قلت له لا خلاص. طبعًا. قال لي طب بص، عشان يبقى انا برضو اديتك حاجه، راح مطلع 100 جنيه وكتب لي عليه، قال لي اوعى تضيعها، وكتب لي عليها ان شاء الله تبقى نجم النجوم في السينما ان شاء الله. الله يرحم الاستاذ سامي العدل. الله الله يرحمه بجد. انا كنت بعشقه الراجل ده. كلنا صراحة. كلنا الله يرحمه. انا فاكر اول يوم تصوير كان عندي حاجه، قعد بقى ايه يكلمني عن شويه بقى التمثيل والذاكره الانفعاليه وبتاع، وتستحضر وتعمل طبعا وبتاع. وانا قلت له بص، كل اللي بتقوله ده جميل بس انا مش معاك خالص. ده كان أنا... اطيب قلب الله يرحمه. ده عسل عسل مصطفى. انا انبسطت منك قوي لاستعدادك للشخصيه. عارف في ايه؟ في الشنب. هوريه لك دلوقتي. والنبي ورينا الشنب. لا والله. لا ده بجد. اتفضل. ده شنب مناضل حياتك. يعني ده بيناضل عشان ايه يعني؟ شنب بقى كلارك جيبل بقى في الوقت ده بتاع حاجه كده. لا بس ما شاء الله. وشنب ماشي مع الشخصيه. ما انا بقول لك، هو هم قالوا لي هم اصلا عملوا ايه الجزء الثاني من الفيلم، عايزين يكبروني شويه. اه بعدين على فكره هو فادني، لان انا كنت رفيع قوي. اه كان ممكن اقع على ظهري، فعايز حاجه توزني يعني. لا بس جميل جميل.